صرف تحويل الماء الإشارة، نقرأ النص لنكتشف هذه الظاهرة الصرفية. تختلف هواياتنا في المدرسة، فهذا يحب الفنون التشكيلية وهذه تهوى التصوير، وذلك يعشق فن التمثيل، وتلك تمارس العزف على الكمان. منا من يمارس هوايته هنا في المدرسة، ومنا من يذهب هناك إلى النوادي الفنية. هؤلاء الموهوبون وأولئك الموهوبات هم الذين سيصبحون في المستقبل فناني هذا الوطن، فيمتعون الناس بإبداعاتهم. أسماء الإشارة هي عبارة عن هذه الكلمات الملونة باللون الأحمر، نستخدمها من أجل الإشارة لشيء معين، وهي بدورها تصنف إلى المذكر والمؤنث. أسماء إشارة مخصصة للمذكر وللمؤنث، وأيضا هناك أسماء إشارة خصصت للمفرد، وخصصت أخرى للمثنى، وأخرى خصصت للجمع، وأيضا هناك للقريب، يعني أشير للشخص أو الشيء القريب مني، وأشير بأخرى للبعيدة مني، وأيضا هناك أسماء إشارة لكي نشير إلى المكان. إذن سنقوم بتصنيف هذه الكلمات في جدول، في الجدول التالي. إذن هذه العبارات التي هي عبارة عن أسماء إشارة سنصنفها هنا حسب عددها وحسب المسافة، القريب والبعيد، وأيضا سنستخرج أسماء إشارة التي توظف إلى المكان القريب والمكان البعيد. إذن أول اسم إشارة وهو هذا، هذا يحب، هذا اسم إشارة للقريب المفرد المذكر، هذا يحب، هذه تهوى، هذه مفرد للمؤنث القريب، هذا المفرد المذكر القريب، هذه المفرد المؤنث القريب، وذلك يعني هناك مسافة بعيدة، ذلك اسم إشارة مفرد مذكر للبعيد، وتلك تمارس العزف على الكمان، تلك نشير إليها إلى المفرد المؤنث البعيد. إذن القريب المفرد المذكر هذا، القريب المفرد المؤنث هذه، البعيد المفرد المذكر ذلك، البعيد المفرد المؤنث تلك. بالنسبة لهؤلاء نشير بها الجمع المذكر والجمع المؤنث القريب، يعني هذه مشتركة بين المذكر والمؤنث الجمع القريب، أولئك مشتركة أيضا بين الجمع والمذكر ولكن البعيد، هؤلاء نشير إليها أو نشير بها للجمع المؤنث والجمع المذكر القريب، أولئك نشير بها الجمع المؤنث والجمع المذكر البعيد. أما المكان، منا من يمارس هوايته هنا، هنا يعني أشير إلى المكان القريب جدا، ومنا من يذهب هناك، إذن هذا يشير به إلى المكان البعيد. نقرأ استنتج. اسم الإشارة اسم معرفة يدل على معين بواسطة الإشارة إليه. اسم إشارة اسم معرفة، نعم، فأنا عندما أقول هذا أو ذاك أو هنا فأنا أعرف، ليس بشيء مجهول. إذن اسم إشارة اسم معرفة. أسماء الإشارة تصنف من حيث العدد إلى المفرد المثنى والجمع، ومن حيث الجنس إلى المذكر والمؤنث. هذا ذلك للمفرد المذكر، لكن هذا للقريب وذلك للبعيد، أيضا المفرد المؤنث هذه تلك، هذه للقريب تلك للبعيد.
مثنى المذكر نستخدم هذان، هذين، هذان في حالة الرفع، هذين في حالة النصب والجر. رغم أنني أقرأ هذان هذين فليست هناك هاء بجانبها ألف، يعني انعدام الهاء تنطق ولا تكتب. المثنى المؤنث هاتان هاتين، الجمع المذكر والمؤنث مشتركين، أولئك هؤلاء، أولئك للجمع المؤنث وأولئك للجمع المذكر. نفس الشيء بالنسبة لهؤلاء، هؤلاء الجمع المذكر وهؤلاء الجمع المؤنث. بالنسبة الآن إلى أسماء الإشارة للمكان، المكان نجد ينقسم إلى ثلاثة أمكنة: القريب والمتوسط، يعني ما هو بقريب ما هو ببعيد، والبعيد هنا نشير بها إلى المكان القريب، والمكان المتوسط نشير إليه بهنا كهناك. يعني مثلا إذا كنا مثلا في قسم، فمكانك ستشير به أجلس هنا، وصديقك في الخلف ستقول له اجلس هناك، ولكن الشخص المتواجد خارج القسم سنقول بأنه مثلا واقف هنالك. يعني هناك فرق بالنسبة للمسافة، القريب هنا، المتوسط يعني ما هو بقريب ما هو ببعيد هناك، والبعيد عنك تشير إليه بهنالك. أطبق ما تعلمناه هنا، نوظفه في هذا التمرين. أضع اسم الإشارة المناسب مكان النقاط. الصورة تضم أفراد أسرتي، الصورة مؤنث قريبة، إذن سأقول هذه الصورة تضم أفراد أسرتي. هذا أبي، أبي مذكر وأنا أشير إلى الصورة، أبي موجود في الصورة قريب مني سأقول هذا. أمي أيضا قريبة مني وهي مفرد مؤنث سأقول لها هذه. أخوايا مثنى مذكر وهذان، أختاي مثنى مؤنث وقريبة لأنني أشير فقط إلى الصورة التي قريبة مني سأكتب هاتان. كلهم أهلي أعتز بهم وأفتخر. هنا لا داعي أن نحدد ما الجنس، لأن الجماعة من المؤنث وجماعة من المذكر نكتب هؤلاء. إذن هاته أسماء إشارة كلها للقريب. أحول الآن، هذا كتاب، كتابان مثنى مذكر، هذا ستصبح هذان رغم أنني نطقت هذان لكن لا نكتب الألف بجانب الهاء. هذه بنت، هاتان بنتان، هذه بنت، هاتان بنتان، هاتان بنتان. هؤلاء رجال نساء، لن يتغير اسم الإشارة لأن هؤلاء تستخدم للجمع المذكر والجمع المؤنث. ذلك الرجل، أولئك الرجال. وبهذا نكون قد أنهينا درس اليوم أسماء الإشارة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، والغير مشترك يشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.